صباح الخير يا يونس. صباح النور يا حبيبي. ايه قولي، في فرحه كده شايفها في عينيك. فعلا فعلا، اصل النهارده انا ناوي اعمل مفاجاه لبابا. زي مفاجاه ماما. يا خوفي من مفاجاتك. هتعمل ايه قولي؟ لا 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 لا، ما تقلقش خالص، المفاجاه دي بالذات بقى اكيد هتفرحه. ممكن اعرفها؟ طبعا هقول لك عليها عشان تساعدني. اتفضل. ايه ده؟ اقرا بقى وتمعن كده. دي شهادة الشهر ده؟ العربي A بلس، الماث A بلس، الساينس A، الانجليش A. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ده ايه الكلام الجامد ده يا زيتون؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده دي المفاجآت ولا بلاش؟ ايوه لازم، هيفرح جدا كده. هيفرح يعني؟ اكيد هتفرحه مش كده؟ طبعا طبعا، ده انا نفسي فرحت يا اخي. اصل بابا الشهر اللي فات زعل مني عشان كنت جايب سي في الساينس. انت ما انا عارف، ما انا فاكر. فانا حبيت افاجئه بقى وذاكرت كويس جدا الفتره اللي فاتت لحد ما جبت ايه في كل المواد. وعلى فكره كمان شكلي كده هاخد ستار اوف ذا مانث في الكلاس بتاعي. ستار اوف ذا مانث؟ طيب انا يعني انا ده دي حاجه تسعدني بجد، محدش قدك يا عم. انا فرحان بيك بصراحه يا زيتون، بس انت قلت لي محتاج مساعدتي في حاجه، ما فهمتش برضو فين المساعده يعني. اصل انا كنت عايز الف الشهاده لفه هدايا كده عشان تبقى شكلها شيك وانا بديها لبابا. معلش 50 جنيه بقى يعني. نعم 50 جنيه عشان اجيب الورق الهدايا والفه كده عند الراجل. بص يا زيتون، خد يا عم، استنى، خد 100 جنيه ولفها لفه اقوى من اللفه دي كمان. معقوله؟ انا المره دي فرحان وتستاهل المكافاه، والمصاصه كمان يا عم اهي. يا سلام يا سلام، فرحتني، شكرا. سلام سلام.